مين؟ مين؟ اتفضل. السلام عليكم. الله وبركاته، اتفضل. عامل ايه يا شيخ؟ اخبارك؟ مالك عم تتفرج عليك؟ عايش حاله على حالك. اتفضل اتفضل يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الله يخليك. لا امال ايه اللي هتعمليك؟ قاعدين عندنا كده ان شاء الله. الجماعه دخلونا عليك. اه. وقالوا في عندك بنت على وش جواز. اه. وانا عايز اتجوز. اتجوزوك؟ لو انت فيك حاجه للجواز انت هتروح تتجوز. ايوه فيا كتير. ما انت كلك معاق. يعني صلاة النبي على بنتك اللي هي بايرة؟ ما بنتك بايرة وصوتها مسمى ترند هناك. مين قال لك ان هي بايرة ان شاء الله؟ كل الناس هتحكي عليها ان هي بايرة ومحدش متقدم لها، وانا جيت قلت لك اكسب فيها ثواب. ده الناس غيرانة منين عشان كده جايبة سيرتنا بالقفش؟ غيرانة منك على فقرات. ما عشان معايا فلوس وبسم الله ما شاء الله حالتي مرتاحة زي ما انت شايفها كده. يا راجل هيقول لك واخد القرد على ماله. ده القرد. ما هو الثانية صلاة النبي. لا المهم خلينا في الجد بس، انه ما عايز اتجوزك. ده بنتي بسم الله ما شاء الله تشوف فيها وشك مرايه كده. ما شاء الله ما شاء الله بنتك تشوف فيها مرايه. ما ردها لك انت حتى ما عرفت تمشي. يا عم حتى تسند عليها، ما تقولنا نلم بعضينا كده وتسندني واسندها ولمها كده بدل ما سيرتها مسمع وخلاص. لا انت عايز لك كرسي بعكاز ورجلين كده تمشي عليها، مش واحده تتجوزها. يعني انت مش هتجوزها لها؟ لا ما انت مش هتقضي مصلحه اصلا. طب حتى تشوفني يمكن اعجبك. هتعجبها ليه؟ على ملفحتك حتى اللي مش معدوله ده. يا اخي ملفحتي مش معدوله انت، يعني صلاه النبي فيك شعر حتى تعرف تلبس ملفحه. ما احنا كده عرفنا كده بالوراثه كده. طب هتوريها لنا ولا مش هتوريها لنا؟ ما هي فيها زي كده تاخدها؟ اخدها. انت راجل بارد بقى. يا عم بارد بارد انت تجوزها انا على كده ولا يفضل صوتها مسمع للناس كلها وانت كلها مش متجوزه وقاعد على كده لا انا وديها مستشفى المجانين ولا اتجوزها لكش انت. والله بحاجه براحتك انت، انا عامة انا قلت لك وبراحتك. انت عاوز تجوزها انا مفيش مشكله. انت عليك وعلى الارشيف بتاع السجلات دي. ارشيف مين؟ توكل على الله وروح لك كده، خليك في الصفحه الاخرانيه انت. صفحة الأخرى منك؟ اه. يا عمي انت كبارة زي الله ربنا. خلي بالك من الطريق اصلا يجاب لك كلب لعبة شهور ان شاء الله. روح روح بيجي عليك انت يا ابو رجل واحدة انت.